من زوج تزوج زوجته وكان يحبها حبا عظيما. مرت الأيام وكانت المرأة صالحة والرجل صالح. شهر وشهران والأم تسأل: يا بني أحملت زوجتك؟ يقول: لا بعد لا بعد. مرت السنة الأولى، مرت السنة الثانية، الحياة جميلة، لكن لم يرزقهم الله عز وجل بالولد. من طبيب إلى آخر، من طبيب إلى آخر، مرت 3 سنين فكانت الصدمة. ويا للمفاجأة، زوجتي الحبيبة، زوجتي الصالحة، زوجتي التي اخترتها في هذه الدنيا وتعلق قلبي بها، زوجتي عقيم، إنها لا تلد. جاءت أمه فقالت: يا بني لا تحزن، يا بني لا تأسى. قال: ماذا أفعل يا أمي؟ زوجتي التي أحبها لن تلد لي وأولادا. قالت: لا عليك يا بني، سوف أزوجك بامرأة أخرى. قال: لا، إني أحب زوجتي. قالت: لا بأس، تزوج أخرى تنجب لك الولد. قال: لا، سوف أصبر عليها. ضغط أهله يزداد، أخواته، إخوانه، والقصة حقيقية، والأم من جهة والأخوات من جهة وأهله من جهة يضغطون عليه. وزوجته العاقلة تقول له: يا زوجي، إن أردت أن تتزوج فتزوج، فإني لا أمنعك ولا أجبرك على شيء، افعل ما تشاء، فإني والله أحبك. وهو يصر على أنه يكفيه في هذه الحياة المشاعر الصادقة، عواطفك تكفيني، حبك يملأ علي حياتي كلها، لا أريد شيئا غيره. مرت السنون 9 سنين وهو لم ييأس من رحمة الله عز وجل. من طبيب إلى آخر، من علاج إلى آخر، من بلد إلى أخرى، لكن الزوجة لا تنجب. بعد 9 سنين حست المرأة بتعب وبوجع، ذهب إلى الطبيب. بعد التحاليل والتشخيص، تعرفون ما الذي حدث؟ تبين أن المرأة مصابة بمرض خطير ومرض نادر، ولن تعيش أكثر من سنوات معدودة، وكل سنة ازدادت حالتها سوءا. زوجتي الحبيبة ستموت، ستفارق هذه الدنيا، ومع هذا الزوج يحبها وابتلأ قلبه حبا لها. حتى جاءت السنوات الأخيرة فازدادت حالتها سوءا. قال الطبيب: لابد أن تمكث في المستشفى. قال: لما؟ قال: تمكث في المستشفى للرعاية الصحية. قال: تمكث في المستشفى حتى تموت؟ لا والله، اشترى أغلى الأجهزة وجعلها في بيته، ودفع أموالا لممرضات يأتون إليها كل يوم، يناوبون عندها، يجلسون عند رأسها. قال: لن أرضى أن تمكث زوجتي حياتها الأخيرة في المستشفى، بل تبقى عندي في البيت، والله لن أخرجها من بيتها. سنة أو سنتين وزوجته في البيت تعالج وتمرض، والرجل يجلس عند رأسها، يقبل جبينها، يجلس عندها يصبرها ويثبتها. إنه الحب، وما أدراك ما الحب؟ إنه الحب الصادق، إنها المودة، إنها القلوب الصافية، إنها القلوب الصادقة. بيت ملئ بالرحمة وملئ بالمودة، نعم فرما من الأولاد لكن عوض بالمحبة والسكن. حتى جاءت الأيام الأخيرة، أعطت هذه الزوجة الحنون، أعطت الممرضة صندوقا صغيرا، قالت: أسألك بالله أن لا تفتح الصندوق ولا تعطيه لزوجي إلا بعد مماتي، إلا بعد وفاتي. بعد أن توفيت هذه الزوجة، جاءت الممرضة وأعطت الزوجة هذا الصندوق. قال: ما هذا؟ قالت: زوجتك كتبت رسالة ووضعتك الصندوق وأعطتني إياه ليعطيك هذا الصندوق بعد وفاتها. فتح الزوج الصندوق، ماذا رأى في الصندوق؟ إذا بزجاجة عطر فارغة. تعرفون ما هذه الزجاجة؟ إنها هدية الزواج، احتفظت الزوجة بأول هدية لها، هدية ليلة الزفاف في صبيحة العرس. أعطاها الزوج عطرا، لقد نفد العطر ولكنها أبقت الزجاجة لتكون ذكرى لها، وكتبت رسالة طويلة تبين فيها حبها له ومودتها له، وبأنها أفضل من عرفت في هذه الدنيا، وسوف أختار لكم جزءا صغيرا من رسالتها تكتب هذه المرأة التي توفيت لزوجها الوفي. تقول له، والرجل يقرأ الرسالة ويبكي:
تقول له: يا زوجي، يا حبيبي، لا تحزن على فراقي، فوالله لو كتب لي عمر ثان لاخترت أن أبدأه معك، ولكن أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. ثم قالت له، قالت تكمل رسالتها لأخيها، توجه الحديث لأخيها، تقول: أخي فلان، كنت أتمنى أن أراك عريسا قبل وفاتي. أختي فلانة، لا تقسي على أبنائك، توصي أخاها وتوصي أختها. ثم قالت: عمتي فلانة أم زوجها. قالت لها: أحسنت التصرف حين طلبت من ابنك أن يتزوج من غيري، لأنه جدير بمن يحمل اسمه من صالح الذرية بإذن الله. ثم قالت كلمة الأخيرة: هي لك يا زوجي الحبيب أن تتزوج بعد وفاتي، أسألك بالله أن تتزوج بعد وفاتي حيث لم يبق لك عذر، وأرجو أن تسمي أول بناتك باسمي، واعلم يا زوجي الحبيب أني سأغار من زوجتك الجديدة حتى وأنا في قبري أتت تعانقني والدمع ينهمل. قالت: حبيبي وداعا سوف ارتحل. أتت تعانقني والدمع ينهمل. قالت: حبيبي وداعا سوف ارتحل. قوافل الطهر قد مرت بضاحيتي، فما عن البعد لو زاد الأسى حول. فقلت مهلا وريد القلب من لدمي، إذا ارتحلت أيجري دونك الأمل. يا ربة الحسن من في الناس يسعفني، يا ربة الحسن من في الناس يسعفني، إذا رأوني بنار الشوق أشتعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فإن كان الحب موجودا، والله الحب لا يأبه بالعمر، الحب لا يأبه بالعمر، بل كم من الرجال عمره 90 وزوجته ربما 80 وهو يحبها وهو يودها ويتمنى أن يراها في أفضل وأحسن صورة. لما لا تمدحها إن صنعت لك شيئا؟ تغسل لك الثياب، ترتبها لك، ترتب الغرفة، تصنع لك الطعام، تفعل لك كل شيء، ولم تسمع منك كلمة شكرا يا زوجتي، كلمة جزاك الله خيرا، كلمة أحسنت. يكدح ليله ونهاره، يذهب في الشمس ليعمل، يكدح في الدوام والعمل ليأتي بالمال ينفقه عليك وعلى أولادك، ثم بعد هذا لا يسمع منك جزاك الله خيرا، أحسنت يا أبا فلان، أعانك الله على طاعته. لما لا يسمع أحدنا من الطرف الآخر شيئا ولو صغيرا؟ يقول: طوال حياتي أعطيها الهدايا، أذهب بها في سفرات، أصنع لها كل شيء، ولكني لم أسمع منها كلمة واحدة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أين الشعور؟ أين الدفء؟ أين الحنان؟ مرض الزوج، يا لها من أيام. إذا مرض أحد الزوجين والله لا يريد إلا طرفه الآخر. إذا مرضت الزوجة ليس أحن عليها من لمسة زوجها ومن ضمة زوجها ومن حنان زوجها. إذا مرض لا يريد الأطباء، لا ينفعه الدواء إذا كانت زوجته قد جفت عنه وقد ابتعدت عنه وقست عليه. لمسة منها وكلمة منها ربما تنسي همه ومرضه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أعرف من عائشة، يعرف من عائشة إذا غضبت عليه، إذا وجدت في قلبها على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، لكنها لا تهجر إلا اسمه. إذا غضبت، إذا يعني حصل في قلبها شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بشر، تقول: لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. تقول: لا ورب إبراهيم. وإذا كانت راضية تقول: لا ورب محمد. انظروا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة، انظروا لحياته مع عائشة كيف كان يعيش معها. كان أحيانا إذا اختلى بعائشة رضي الله عنها يسابقها، الله أكبر، سباق. تعرفون ما معنى السباق؟ السباق له خط بداية وخط نهاية. حين النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة، تخيل أفضل الخلق قارب على 60 من العمر. لا تقول أنا كبير في السن، لا تقول العرف ما يسمح، لا تقول عاداتنا ما تسمح، اترك هذا كله يا عبد الله. الرسول أفضل الخلق، أفضل العادات وأفضل الأعراف. عرف النبي عليه الصلاة والسلام وسنته أفضل السنن. كان يتسابق
مع عائشة، بل كان يحمله على كتفه لترى أهل الحبشة يلعبون يرقصون. يقول لها: اكتفيت يا عائشة؟ تقول: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. يداعب زوجاته، كان دائما البشر عليه الصلاة والسلام، كان جميل البشرة. عرق النبي عليه الصلاة والسلام وسنته أفضل السنن. كان يتسابق مع عائشة، بل كان يحمله على كتفه لترى أهل الحبشة يلعبون يرقصون. يقول لها: اكتفيت يا عائشة؟ تقول: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. يداعب زوجاته، كان دائما البشر عليه الصلاة والسلام، كان جميل البشرة. أين الذين يدعون التمسك بالسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. براك الله لي سكنا وروحا ينعش البدن، وأهدى من كرامته حنانا دافقا وسنا. علينا مثلا ما بين قلبين